في حاجه صغيره في المدى وانا مفيش مع حضراتكم زي ما قلت لحضرتك انا قبل الجلسه يعني حضرتك لا جاي شهر باذن الله بعد شهر تكون وهوافق حضرتك قبل الجلسه يا دكتور عماد لو احنا في بعض المحافظات محتاجين فيها اقراص هات لحضرتك اسامي المحافظات على اساس ممكن ندعو تواصل مع لا يتم التواصل مع وزير التنميه المحليه او وزير التنميه المحليه علشان يوجه للبحث ان شاء الله ثواني اتفضل حضرتك بس عرفت نهاد الحمداوي مراقب مالي وزاره الصحه تبع وزاره الماليه تبع وزاره الماليه الكلام اللي حضراتكم بتقولوه كله هو هيتنفذ لان في دلوقتي حاجه اسمها موازنه البرامج والاداء هو طبق الاصل اللي حضرتك بتقوله ان انا بعمل خطه شامله بحدد الاهداف بتاعتي كلها في الاول وبعمل خطه شامله بنظم بقسمها على مراحل ده من فوق لتحت يعني بشوف الخطه العامه بتاعتي انا عايز ايه؟ ايه اللي انا عايز اوفره؟ وبعدين ببتدي اعمله اولويات زي ما حضرتك قلت بالظبط وباخد الاولويات دي ابتدي اترجمها مالي. ده من فوق لتحت ومن تحت لفوق اللي هو الاداء ان انا هو ده اللي بيتهيألي الدكتور محمد صح؟ هو يعني من فوق لتحت سيادتك يعني الخطه بتبقى من فوق. يعني ايوه بتبتدي بقى بترجمها ازاي من خلال المنفذ من تحت لفوق لا هو مش كلام هو مش كلام النهارده انا عندي كارثه في كفر عشمه وكارثه في دلق والناس عايشه في رعب استنى اما الخطه دي تتحط وبعد كام سنه بقى نبدا نحط لها فلوس والناس تموت من الرعب الناس دلوقتي يا دكتوره هند عايشين في رعب ان ولادهم يتسمموا انا بطالب اولا فيه كذا نقطه يعني عايز اعقب عليهم اولا حكايه ان المحارق دي المحارق النفايات الخطره دي بيدفع عليها فلوس يعني الكلام ده فيه فلوس بتدخل للبيئه في المحافظه في مديريه الشؤون الصحيه او في المحافظه انتوا لو خصصتوا لكل محافظه فلوسها انتوا ليه بتاخدوا الفلوس هنا؟ وبتروح فين؟ بتروح فين الفلوس دي؟